عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس السادس عشر من أهمية مصطلح باللغة الإنجليزية. هذا الكورس المميز اللي فيه نحفظ من أول مرة كل المعلومات إن شاء الله. طريقة الحفظ هي أنه نكرر 5 مرات بصوت عالي كل الكلمات والجمل سويا، أنا وأنت الآن، وأيضا نكتب بالكراس والقلم. لهذا سأحضر كراس وقلم حتى تكتب جميع المعلومات، وأخيرا راح أسوي اختبار في نهاية هذه الحلقة. خلال هذه ال10 دقائق سوف نحفظ من أول مرة إن شاء الله. خلينا نبدأ نسوي مراجعة سريعة للحلقات السابقة. طبعا كل الحلقات السابقة وهذه المفردات الموجودة مشروحة بالتفصيل في هذا الكورس. في نهاية الحلقة سوف أشرح لك المكان اللي تجد به الكورس بالتسلسل حتى تقدر تتبعه إذا كنت شاهدنا لأول مرة. أوكي، مرينا على الحلقات السابقة، أخذنا ask somebody out, ask around, add up to something, blow up, back something up, blow something up, break down, break into, break in, break in. لها معنيين break in. أوكي، شرحناها بالتفصيل بالحلقات، وهي أرقام الحلقات موجودة أيضا. بعدين حلقة 11 كانت bring somebody down، 12 كانت call around, bring somebody up, call somebody back, call somebody something off. كلها لها معاني مختلفة ولها أمثلة مشروحة في حلقات مخصصة. حلقة اليوم راح تكون حلقة 16 وليس 11، اللي هي call on somebody. call on somebody، call on somebody، ما هي معنى call on somebody؟ بمعنى ask for an answer or opinion. okay، ask for an answer or opinion، اطلب إجابة أو رأي. call on somebody بمعنى انه نطلب إجابة من شخص معين او نطلب رأي شخص معين. call on somebody. راح ناخذ عليها أمثلة. قبلها خلينا نتدرب الآن على اللفظ الصحيح لي call on somebody. المرة الأولى call on somebody, call on somebody, call on somebody, call on somebody, call on somebody. very good, thank you. نروح الآن بعض الكلمات راح تمر علينا بالحلقة. كلمة opinion، opinion رأي، professor اللي هي أستاذ. أوكي، المثال الأول على call on. The professor called on me for question one. اتصل بي الأستاذ للسؤال عن السؤال حول السؤال الأول، سؤال واحد. أوكي، ف the professor called on me يعني سألني عن السؤال الأول، السؤال واحد. أوكي، نقرأها 5 مرات يلا سويا. The professor called on me for question one. The professor called on me for question one. The professor called on me for question one. مرة رابعة. The professor called on me for question one. مرة أخيرة. The professor called on me for question one. نروح للمثال الثاني. My neighbor is always handy if I need to call on her. جارتي دائما هي في متناول اليد، يعني قريبة مني، تساعدني إذا كنت بحاجة للاتصال بها أو طلب المساعدة منها. أوكي، my neighbor is always handy if I need to call on her، أو أطلب من عندها أسألها عن شيء معين. أوكي، my neighbor is always handy if I need to call on her. أوكي، قرأناها مرتين، نقرأها المرة الثالثة. my neighbor is always handy if I need to call on her. مرة الرابعة. my neighbor is always handy if I need to call on her. مرة الخامسة والأخيرة. my neighbor is always handy if I need to call on her. أخذناها. نروح للملخص، ملخص هذه الحلقة على الفعل call on somebody. المثال الأول كان the professor called on me for question one. المثال الثاني كان my neighbor is always handy if I need to call on her. ممتاز، تقدر تتكرر 5 مرات لوحدك إذا تشعر أن أنت بحاجة إلى حفظها بشكل أفضل. خلينا نروح الآن مباشرة إلى الاختبار ونسوي الاختبار. اجهز معي وركز جيدا من الآن، حضر الكراس. طبعا هاي المعلومات اللي مرت عليك قبل قليل أتمنى منك أنه تكتبها، إذا ما كتبتها أوقف الفيديو الآن، اكتبها بالتفصيل. بعد أن تكملها كاملة بإمكانك البدء بالاختبار معي خلال دقيقة ونص أو دقيقتين. أوكي، fill in the following blank، املأ الفراغات التالية. my is always handy if I need to call here. okay، شنكتب بالإجابات؟ أريد منك تكتب سؤال رقم واحد بالتعليقات، تكتب الإجابة جنبه. سؤال الأول جاوب عليه بالتعليقات أسفل هذا الفيديو. سؤال الثاني يقول translate from Arabic to English.
ترجم من العربي إلى الإنجليزي. مرت علينا هذه الجملة باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. جارتي دائما في متناول يدي إذا كنت بحاجة اتصال بها. كيف نكتبها باللغة الإنجليزية؟ أيضا اكتب السؤال الثاني وإجابته أمامه. نروح للسؤال الثالث اللي هو read aloud، اقرأ بصوت عالي. أريد منك تقرأ هذه الجملة الآن بصوت عالي. إذا عندك تسجيل، برنامج تسجيل في الهاتف، افتح برنامج تسجيل وسجل صوتك وانت تقرأ هذه الجملة. ابدأ الآن. نعم نعم أحسنت. أوكي، راح أقرأ لك إياها، تقدر تقارنها مع التسجيل الصوتي اللي انت سجلته. The professor called on me for question one. The professor called on me for question one. هاي الطريقة الصحيحة لقراءتها. نروح للسؤال الرابع والأخير. أريد منك تكتب لي writing the following word or sentences dictation لإملاء. أريد فقط منك تكتب لي call on somebody. call on somebody اكتبها بالتعليق أسفل هذا الفيديو إجابة على السؤال الرابع حتى تطور أيضا إملائك. call on somebody. أحسنت على المشاركة في هذا الدرس. طبعا انتهينا من هذه الحلقة، انتظرنا بالحلقة القادمة اللي هي الحلقة 17، راح ناخذ مصطلح مهم جميل جدا ومهم جدا. أيضا لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. وايضا الاشخاص اللي متابعين لاول مره، وين تلقى الكورس بالتسلسل؟ تروح على قناه سفيرس اكاديمي، تدخل عليها، راح تروح على بلاي ليست هذه المظلله بالاحمر الان. بعد ان تضغط على بلاي ليست تنفتح لك هذه الصفحه، راح تلقى بها مجموعه من الكورسات. تروح على اهم 200 مصطلح باللغه الانجليزيه بطريقه سهله وبسيطه مع الاختبارات. تضغط عليها راح تطلع لك الحلقات بالتسلسل من الحلقه الاولى إلى هذه الحلقة 16، وطبعا راح تجي الحلقات بالتسلسل تباعا حلقة بعد حلقة. لهذا السبب اتذكر أنه تضغط على سبسكرايب وتفعل زر الجرس حتى يوصلك إشعار مباشرة عندما تأتي حلقة جديدة وتنشر في هذا الكورس وباقي الكورسات. أيضا بإمكانك الاطلاع عليها، أكثر من 350 فيديو مجاني عبارة عن كورسات متسلسلة بإمكانك الاستفادة منها بشكل جيد لتطوير لغتك الإنجليزية. أشكرك على المتابعة، لا تنسى مشاركة هذه الحلقة لجميع أصدقائك، لأن هدفنا في الحياة هو نشر العلم للجميع. شاركنا هذه الرسالة، وأيضا شارك الدروس لجميع أصدقائك، كل الأشخاص اللي يحتاجون يتعلمون اللغة الإنجليزية. أشكرك على المتابعة وألقاك قريبا. إلى اللقاء.